لنحضر فور تشيز باستا، بحط المي على النار بس تغلي، بحط لها رشة ملح مع زيت، برجع بنزل الباستا وبتركن حتى يستوى. بحط فريش كريم بالطنجرة، أنا حطيت علبتين فريش كريم لأنه حطيت كيسين باستا. بزيد بهار أبيض مع ملعقتين صغار صلصة. هلا أنتوا إذا ما بتحبوا يطلع لونها شوي على زهر فيكن تستغنوا عنها هيدا ستاب. بس تغلي عندي الفريش كريم بصير فيه زيد الجبنة، حيلا نوع جبنة أنتوا بتحبوه فيكن تحطوه. أنا استعملت إيمونتال، بارميزون، موتزاريلا، حطيت برش صغيرة من بلو تشيز، ما تكتر لأنه كتير بتطلع دسمة. بس تكمش كلياتها على بعضها بصير فيه زيد الباستا. من بعد ما زيد الباستا بخلطهم كلياتهم سوا وبتصير ردي حتى ناكلها. جربوا هالريسيبي وقولوا لي شو رأيكم فيها. صحتين.